ماذا؟ أو لا، لقد دست عليها. أوه، ها قد أمسكتها. من المؤكد أنها عاشت أياماً أفضل، أليس كذلك؟ هل تفكرين فيما أفكر فيه؟ حان وقت التحدي. سيكون هذا أفضل عملنا على الإطلاق. من منا لا يحب الاستحمام؟ وخاصة باستخدام القليل من السكر. هل سيتسع حوض الاستحمام من هذه الكمية؟ تفضلي. ستستفيد بهذه الفرشاة بكل تأكيد. هيا أيتها سيدة صغيرة. واو، وتحتاجين لهذه الفرشاة أيضا. فتقشيره مفتاح البشرة الناعمة. ألا يمنحك هذا شعورا رائعا؟ أو رائع، هذه هي البقعة المطلوبة. تبدين في كامل نضارتك. لقد أحسن صنعا. من هذا؟ مرحبا، أيمكنكم إعطاء هذه الورقة لباربي بالنيابة عني؟ ما المكتوب فيها؟ إنه يطلب من باربي حضور حفل تخرجي برفقته. ما قولك؟ نعم، رائع. أو كم هذا رائع. لدينا عمل يجب إتمامه. هناك الكثير من الأطراف المتقاصفة هنا، وهذا يعني شيئا واحدا فقط. حان وقت قص الشعر. لنلقي نظرة هنا. سنقص إنشا هنا. حسناً، حان وقت العمل. لا تقلقي يا باربي، لن يؤلمك هذا مطلقاً. وسنقص الكثير من هذا الشعر. هل قال الكثير؟ هل أنت واثق أنك تعرف ما تفعله؟ أو بالطبع، سأحكم على ذلك بنفسي. ماذا؟ توقفي. ثق بي هذه المرة يا مايلز. أوليفيا، لا. سيبدأ صوت العزيز الآن. لا، لا يمكنني المشاهدة. هذه هي آخر صيحة. سترى بنفسك، لا تقلق. أراهن أنها تشعر بتحسن بالفعل. لم يبقى سوى القليل. انتهيت. أين شعري؟ يا للمأساة، ذهبت كل الخصلات المذهلة. يا للخسارة. لحظة واحدة، كيف جاء هذا الخيط إلى هنا؟ مهلا، أعطيني دمية. أتريدين الحصول على شعر؟ اجلسي هنا، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت. هناك الكثير من الثقوب في هذا الرأس، لكنني سأملأ كل الثقوب، لا داعي للقلق. أستطيع القول من الآن إنها ستبدو مذهلة. انظري إلى كل هذه الطبقات فحسب. واو، هذا أفضل أعمالي حتى الآن. هل يعجبك الشعر يا باربي؟ أعتقد أنه يعجبها. مهلا، ماذا تفعلين هنا؟ وهل هذه لمسة محبة من أجلي؟ أيعجبك الشعر الأزرق؟ لا بأس. لا داعي لشكري. ماذا؟ أوليفيا؟ مرحبا. شعرك إنه أزرق جدا. يمكنك القول أنني شعرت بالإلهام. لا بأس في ذلك. هل أنت مستعد؟ نعم، سيفي هذا بالغرض. يجب أن تكون القياسات صحيحة. والخصر كما توقعت. حسناً، لنبدأ العمل. حان وقت القص. نحن نحرز تقدماً. ستفي هذه بالغرض. ما رأيك في هذا اللون؟ أيعجبك؟ لا. حسناً، يا للقرف. تأمل هذه. ماذا؟ تنفسي، تنفسي. ما الذي تفعله؟ لا يمكنني سماعك. ماذا؟ يجب أن أقدم ما هو أفضل. انتظري، سأتولى الأمر. تفضلي، انفخي بهذه الطريقة. نعم، ها أنت تفعلينها. سيساعد هذا في تهدئة أعصابك فورا. على الرحب واسعة. أين توقفت؟ ما الذي يحدث هنا؟ دعيني أرى هذا البالون. أعتقد أن بإمكاني استخدامه. رائع، ستحبين هذا الزيت. مهلي فحسب. إنه القياس المثالي، لكننا لم ننتهي بعد. فمن ذا الذي يكره إبراز قوامه؟ وستضيف سترة صغيرة لمسة خاصة. تبدو الإطلالة متكاملة بالنسبة لي. لقد صارت جاهزة للتصوير. كم تعجبني المواد المستخدمة. مهلا، هذه بداية جيدة، لكن ما يزال أمامنا الكثير لنفعله، فلا يمكننا ترك أظافرها عارية. إنها طويلة. لا تقلق، سأقصها. فهي لن تتمكن من فعل الكثير بهذه الأظافر، ولهذا ستتعرض للقص. رائع، وهذه ممتاز. ما زالت الأظافر حادة للغاية. أبقي أظافرك مرفوعة.
يا له من صوت مريع! يستحق الأمر العناء، لقد انتهينا! العمل الجماعي يحقق الأحلام! ماذا؟ صافحاني! صافحاني! تفضلي! على الرحب واسعة! أعلم أن حياتي مثالية للغاية، لكن ينقصها شيء واحد! من هذا؟ أويا أويا! من ذاك الوسيم؟ أهم! سررت بلقائك! مرحباً، أنا باربي! وأنا كان رجل أحلامك! أوه، أعتقد أنني قد وقعت في الحب! أحضرت هذه من أجلك! كم هذا رومانسي! يا لك من رجل مراه في المشاعر! أوه، يا لك من فتاة بارعة في التقبيل! كان، يبدو أننا لم نعد بمفردنا! ماذا؟ هل سأصبح أباً؟ لم أشعر بهذا القدر من السعادة من قبل! أحبك يا عزيزتي! انتبه لبطني! أعشق أمسيات الاسترخاء ومشاهدة التلفاز! ماذا يعرض الآن بخلاف ذلك؟ دعيني أتحقق من ذلك! فيلم رومانسي كوميدي؟ هذا ممل! أوافقك الرأي! لنخرج في مواد غرامي عاطفي! لا مانع لدي! سأنتظرك هنا! كيف يبدو هذا الفستان؟ هل يجعل بطني يبدو كبيراً؟ إنه يعجبني! تبدين مذهلة! لا، أشعر أنني ضخمة! يجب أن أبدل! باربي، انتظري! إليك الزي الثاني، ما رأيك؟ إنه رائع! ويحي، يجب أن أزرره! قد تكون هذه مشكلة! لا أستطيع إغلاقه! سأحاول بالقوة! ما الذي أجلس عليه؟ هناك شيء في جيبي! كنت أتساءل عن مصدر تلك الرائحة! لحظة واحدة، لقد أوحى لي ذلك بفكرة! أتريدين جوربي كريه الرائحة؟ نعم، مع الأسف، يمكنني الاستفادة منه بكل تأكيد! أولاً، سأقص الجورب إلى نصفين، وسأجعل القصة فوق الكعب مباشرةً، لا أحتاج إلى الجزء السفلي. والآن سأطوي الجزء العلوي من الجورب، ثم أصنع قصة صغيرة أخرى. سأقلب الجورب على الجانب الآخر، ثم أفعل الشيء نفسه على ذلك الجانب. لا أقص سوى زاوية صغيرة فحسب، وبعدها سأحتاج إلى كيس نفايات. سأستخدم هذا الكيس الوردي الجميل. سأضع إصبعي في المنتصف وأطوي الكيس على نصفين. أريد نصفين متماثلين. سأدور الكيس حول نفسه. والآن أين الغراء؟ سأضع خيطاً رفيعاً من الغراء بطول إحدى الحواف بهذا الشكل تماماً. ستكون هذه الكمية كافية. سألوي قاع الكيس ثم أطويه طية صغيرة. أريد أن تظهر فيه الطيات، وسأفعل ذلك بطول الكيس لأنني أريد صنع شكل مروحة. لقد صممت تنورة ليلة الموعد الغرامي بنفسي، والآن أحتاج إلى قطعة لاصقة صغيرة. سأضعها. إنه يبدو كعش طائر. علي إجراء مكالمة. مرحباً، أحتاج إلى مساعدتك. أجل، الأمر سيء، سيء للغاية. مرحباً عزيزتي، ما المشكلة؟ عليك رؤية هذا، أكره اللمسة. عليك تأدية عملك السحري. ما رأيك؟ إن كنت ستدفعين فسأفعل أي شيء. يا للهول، قد يكون هذا أصعب عمل لي. سأرى ما يمكنني فعله. لنبدأ بالشامبو. فأنت تحتاجين إليه عزيزتي. ما رأيك في تدليك الرأس؟ هل تعلمين عزيزتي أن جذور شعرك ظاهرة؟ لكن بإمكاني إصلاح هذا. لنشطف هذه الرغوة. علينا تجفيف شعرك الآن. أنا على وشك تحويل مظهرك. أنا مثل بيكاسو لكن بفرشاة شعر. تبدين جميلة يا فتاة. سأضع بعض الجليتر على شعرك. نحتاج جميعا إلى قليل من البهرجة في حياتنا. انتهى عملي هنا. واو، عليك ارتداء هذه، إنها لا تناسب زي. حسنا، أنت من ستدفعين. هذا محرج جدا. لقد استحققت هذا. عيناي. يا لك من فتاة درامية. إنها براقة جدا، أعطيني إياها. كان هذا من دواعي سروري، اتصلي بي في أي وقت. واو، إنها تبدو أنيقة جدا. أحتاج إلى تصفيف شعرك بالفرشة، وأعلم ما يمكنني فعله. لن تفعلي ذلك. أو أجل، سأجعلك صلعاء. ها أنا أزيله بأكمله. ودعي شعرك الذهبي. أحتاج إلى إبرة وخيط. سأعطيك تصفيفة شعر جديدة. سأمرر الإبرة والخيط عبر رأس الدمية. سأبدأ بخيط وردي، إنه زاهٍ ورائع. لكن لنضيف المزيد من الألوان. أريد تغطية الرأس بأكملها، ثم سأقطع الخيط الإضافي، ثم سأجمع رأسك بجسمك. يبدو شعرك رائعاً. يجدر بي صبغ شعري هكذا. سنصبح توأمتين. إنه يناسبك. ستكونين رائعة وسط أي حشد. هل يعجبك يا ماندي؟ واو، أحسنت عملاً. لا أصدق أنهما الدميتان نفسيهما.
نعم، أتظن أنها تحبه فعلا؟ لا أعلم. مهلا، إنها تهز رأسها. ماذا؟ انظر، إنها باربي. لقد سرقت الهاتف. صار الهاتف ملكي الآن. كم هي وقحة. مهلا، لدي الحل. في الواقع أعرف ما يجب فعله. سأصنع لباربي هاتفها الخاص. أليس هذا لطيفاً؟ سأضيف بعض اللمعان إلى الهاتف باستخدام هذا الشريط. سأستخدم شريط لتغليف الهاتف. سأفرده بطول الحواف. ومن المفيد أن الشريط لاصق في حد ذاته ويتمتع بقياس مثالي. لكننا سنضيف بعض الأشياء هنا كهذا الملي عزيزي، وسيساعد البلاستيك على إبقائه في مكانه. تبدو كل الأشياء أفضل بإضافة بعض الجلاتر، ولدي الكثير من الجلاتر في الأرجاء. هذا مثالي، إنجاز التعبير. ماذا؟ هذا الهاتف مذهل. هل سنعطيه بنفسك؟ نعم، وهو ملكك بالكامل. لقد نجحت الخطة. أين توقفنا؟ هاتفي متصل بالواي فاي. أتودني المشاهدة؟ نحن مستعدان. نحتاج إلى زاوية الرؤية المناسبة هنا. هذا الفيديو فكاهي، لقد أحببته. لو كانت حساباتي صحيحة. مهلا، هل تشم تلك الرائحة؟ من المؤكد أنها رائحتك. مستحيل، ها هي رائحة ثانيتان. لا، أقفلي ذراعك يا فتاة، فرائحة إبطيك فظيعة. لن أحتمل هذه الرائحة أكثر، سأتدخل بنفسي. لا تتحركي، اتفقنا؟ لا أستطيع التنفس. كم أنت درامي، لا تقلقي، سأتولى الأمر. أهلا بك في صالون التجميل يا باربي. بعد أن تجربي إزالة شارب شمع مرة، سترغبين في تكرارها. تمت المهمة، أترين؟ يا للقرف، هذا شعر كثيف. فيو، لا أعلم ما حدث للتو، لكن الرائحة أفضل. وتأملوا مدى النعومة هنا. لم أرى شيئا كهذا من قبل. عليك إزالة شعري الآن. أريد إبطين ناعمين أيضا. ما رأيك يا باربي؟ حسناً، لا تفعليها، لا تفعليها. لقد سمعت الدمية. ماذا؟ ليس الأمر بهذا السوء، أليس كذلك؟ يجب أن أبدأ في استخدام مزيل العرق. أنا أتضور جوعاً لدرجة أنني قد أكل جبلاً. وأنا كذلك أتضور جوعاً. ما هذا؟ أنا جائعة أيضاً، أطعموني. أشعر بالسوء. وجدتها، لدي كعكة هنا. حسناً، إنها كعكة متناهية الصغر، تفضلي. يا للقرف. يا للهول، ماذا يجب أن نعطيها؟ لا أعلم، ماذا تريدين؟ حقيبتي. تريد حقيبة يد خاصة. يمكنني المساعدة في ذلك. أنت تحتاجين هذه العلبة الصغيرة. وهذه أيضا. فهمتك، لكننا سنحتاج إلى بعض الغراء الساخن أولا، وبعدها سنلصق الخرز عليها، وبعد فترة من الوقت ستبدو بهذا الشكل. بقيت خرزة أخيرة. رائع، لقد انتهيت. أحسنت صنعا، لكنها ربما تحتاج لشيء إضافي كهذا مثلا. بوم، كان هذا سهلا. هذه ألطف حقيبة يد صغيرة على الإطلاق، وهي ملكك بالكامل. ماذا؟ هل هي ملكي؟ كم هذا رائع. على الرحب واسعة. ماذا تريدين الآن؟ أريد التبول. هل أنت جادة؟ انتظر يا مايلز، يمكنها الحصول على هذا المرحاض فحسب. إنه مرحاض صغير للغاية. أترين؟ تفضلي. إنه في الطريق. ما هذه رائحة النتنة؟ لنخرج من هنا. كان هذا مريحا بالتأكيد. لقد قطعنا صوتا طويلا بكل تأكيد. هل أنت جاد يا مايلز؟ لقد حركت هذه الإطلالة الجديدة مشاعرنا. يا له من تجديد رائع للإطلالة، أليس كذلك؟ تأخر الوقت. انظري، إنه كين وقد حضر على حصان. مرحبا، إنها في انتظارك. تفضلي، أنت جاهزة. تمسكي جيدا.
يا للروعة، ما هذا المكان؟ لقد أحسن صنعاً، كم أعشق نهايات سعيدة. يمكننا الانتظار، علينا فعل شيء. انظروا إلى هذه البذور، إنها ضخمة، علي فقعها. إيوة، لا يمكنني فعل هذا، إنها مقززة جداً، لن أفعلها دون أدوات الأمان الملائمة. قد تنتقل هذه الأوساخ جواً، ولا أريد أن تتسخ يدي. حان وقت الفقع الآن. إيه، انظروا إلى الأوساخ تطير. لهذا من المهم أن تكونوا مستعدين يا أطفال. دخل بعضها في فمي، إن مذاقها. حسناً، كل شيء بخير، إنها كريمية القوام. لا يمكنني النظر إليك. لما قد تفعلين ذلك؟ فور أن يبدأ المرء بالفقع، لا يمكنه التوقف. لقد خرج الأمر عن السيطرة، علينا إصلاح هذا. سأسكب الغراء في وعاء، ينبغي أن يفي هذا بالغرض. ينقصني شيء ما. لا تتحركي، ماذا تفعلين؟ جاريني فحسب، أحتاج إلى القليل من ظلال عينيك، إنه جميل ولامع. سأمزجهما معا الآن، أريد أن أمزجهما تماما. هذا مثالي، يمكنني وضعه لدمية الآن. ابقي ثابتة، فلا أود ارتكاب أي أخطاء. سيتخلص هذا من عيوب بشرتك. هذا ما أمله على الأقل، أنت محظوظة للغاية. أود الحصول على جلسة لتدليل نفسي. واو، بشرتك متوهجة، يا له من اختلاف. إنها تبدو رائعة. تحتاج دميتي إلى تغيير مظهر، لنتخلص من كل هذه الأوساخ. ماذا يمكنني أن أفعل؟ هذا أفضل كثيراً. مهلاً، انظروا إلى هذه الأسنان، نحتاج إلى تنظيفها بالفرشاة. هذه الفرشاة الخاطئة، فيما تفكرين؟ فرش الأسنان أمامك. ماذا؟ صحيح، كيف لم أرها؟ هذه هي الفرشاة المناسبة، ستحصلين على ابتسامة هوليوود. افتحي فمك على اتساعه. المعجون بنكهة النعناع. لم أنتهي بعد، نحتاج إلى شيء آخر، لكن ما هو؟ دعيني أفكر، أحتاج إلى هذا القرط، سأثنيه ليصبح في شكل مناسب. يبدو هذا جيدا، سأضعه في أسنان دميتي، ستكون ابتسامتك رائعة. شاهدي هذا يا غريس، ما رأيك؟ إنها تبدو رائعة، أنت لطيفة جدا. يواري، أنا قادم. باربي، هذا سيء. لا تقلقي، سألتقطك. أمسكتك. أنت بطلي، هذا واجبي. لا، لا تدخلي هناك. لماذا تفعل ذلك؟ هل انتهى الأمر؟ لا، لقد زاد الوضع سوءاً. لماذا نشاهد ذلك؟ لحظة واحدة، انظر، لم أرى شيئاً بهذا الجمال من قبل. ما هذا؟ تبدو جيدة فعلاً. هل تفكرين فيما أفكر فيه؟ المثلجات، أنا أتضور جوعاً. لنحصل على بعض المثلجات. سيكون المتجر مغلقاً، قد يكون هناك ما يمكنني استخدامه هنا. دعيني أفكر. لا، لم أعثر على شيء حتى الآن. مهلاً، وجدتها، سيفي هذا بالغرض. إذا كانت باربي تريد المثلجات فسوف تحصل عليها. سأعود على الفور وأنت ستأتين معي. أي نكهة تريدين؟ ما رأيك في النعناع؟ سأضعه هنا ثم أضغط المقبض إلى الأسفل. يبدو هذا جيداً للغاية، ولعابي يسيل بالفعل. يستحسن بي أن أصنع المزيد، فباربي تأكل بالنيابة عن شخصين. الفراولة، إنها نكهتي المفضلة، أود تناولها على الفور، لكن يجب علي أن أقاوم. لدينا نوعان من المثلجات في الطريق، أتمنى أن تكوني جائعة يا باربي، تفضلي. ما ألذ المثلجات الحلوة، أعطني، تبدو شهية للغاية. مهلا، هناك خطب ما. كان، هل ستلدين؟ لكن مثلجاتي. كم هي رقيقة، لقد ورثت عيناي. لقد اكتملت عائلتنا. مهلا، هل تشمين تلك الرائحة؟ من الحماسي أن يكون المرء على وشك سماع. يا إلهي يا إلهي، افتحوا الباب. ألم تتعلمي آداب السلوك؟ مشكلتها، لا يمكنني تحمل أكثر. لا، من ترك المرحاض هكذا؟
ماذا تفعلين هنا؟ سأخرجك من هنا. لا أصدق أنني أفعل هذا. هذا مقزز. كيف أصبحت بهذا المظهر؟ أعني هذا غريب. كنت أظن أنني أواجه يوماً صعباً. يجب أن أنظفك. أمل أنك لا تخافين من الأماكن الضيقة. أدخلي. قد تشعرين بالقليل من الدوار. هذا منوم مغناطيسياً. لحسن الحظ انتهى هذا الأمر. واو، لقد تغيرت كلياً. تبدين بحال أفضل. مهلاً، ربما لست كذلك. يجب أن نصلح شعرك. لا تقلقي، أعرف تماماً ما أفعله. حان وقت الحصول على مظهر جديد. هل تريدين شعراً قصيراً؟ قولي وداعاً لهذه الخصلات الشقراء. هي، هذا ممتع. علي فعل هذا لبيبتي. هناك الكثير من العلكة، يجب أن أتخلص منها كلها. لا تتحركي. هل سمعتي بالشامبو من قبل؟ سأضع هذا في القمامة. لا، لن ينفع هذا. سأتخلص منه. من يدري، ربما يناسبك مظهر الصلعاء. أعتقد أننا على وشك معرفة ذلك. لا أفضل الشعر الطويل. حسناً، باستثناء شعري، لم أحلق شعري من قبل. أتعلمين؟ لا يناسبك هذا المظهر. لدي فكرة أفضل. سأضع القليل من الغراء على رأسك. اعتبريه بلسم شعر. هذا كافٍ. لدي هذا الشعر الأرجواني الجميل. لقد أخذته من شعر أمي المستعار. سألصقه برأسك وسأستخدم فرشاة لوضعه. والآن أنا بحاجة إلى خصلة أخرى. أريد أن أغطي رأسك بالكامل. يجب ألا أفوت أي بقعة. سيكون ذلك محرجاً. ها هي القطعة الأخيرة. واو، تدهشني نفسي أحياناً. سأمشطه قليلاً. تبدين بمظهر رائع. لكن لم ننتهي بعد. لنمنحه بعض البريق. تجعل هذه الأداة الصغيرة مهمتي أكثر سهولة. سأضعها فوق شعرك وأضغطها. لنزين شعرك بحجر كريم جميل. من منا لا تحب المجوهرات؟ أترين؟ قلت لك إن شعرك سيكون جميلاً. يجب أن أفعل هذا بطريقة احترافية. هذا مذهل. هاو، إنه يناسبك تماماً. حسناً، ما الخطوة التالية؟ يجب أن نحسن هذه الرموز. هذا مؤلم. هذا ما أفعله لأصدقائي. لكن الأمر يستحق التضحية. ترغب جميع الفتيات بامتلاك رموش طويلة. القليل أيضاً. هاو، هذا ما أريده بالضبط. حسناً، استلقي واسترخي. حان وقت الاهتمام بشفتيك. ولدي الحل الأمثل. لدي طلاء الأظافر الشفاف هذا. لن يكون هذا صعباً، لكنه سيمنحك مظهراً في غاية الجمال. سأغطي شفتيك بطبقة رقيقة، ثم أرش فوقه المادة البراقة. سأضع اللون الوردي منها. أعتقد أن هذا ما سيمنحك شفتين مميزتين. أوبس، ربما بلغت. لا عليك، سأنفخ لإزالة الزائد منه. يجب أن أضع أحمر شفاه كهذا. يمكننا أن نصبح متماثلتين في المكياج. ينقصك شيء ما. لقد عرفت. سأستخدم بعض الحبر. لن يكون هذا مؤلما. هذا ما أظنه. سأستخدم الفرشاة لنقل هذه الرسمة إلى ذراعك. وهكذا أصبح لديك وشم جميل. سنغطي ذراعيك. ستكونين بمظهر رائع. أجل، هذا أفضل بكثير. لقد جعلك مميزة. والآن أنت بحاجة إلى خزانة ملابس جديدة. ولحسن الحظ، لدي لباس لجميع المناسبات. حتما سيكون هناك شيء ينال إعجابك. انظري جيدا. ما رأيك بهذا؟ هل يعجبك؟ ليس جميلا. سنجرب شيئا آخر. ربما تناسبك التيشيرت أكثر. إنها لطيفة. حسنا، هذا مختلف، لكن ليس كما يجب. ماذا لدينا أيضا؟ ارتديه، إنه يعجبني. أعتقد أنه مناسب. لكن أتعلمين؟ ينقصك شيء واحد. أنت بحاجة إلى حذاء. لا يجب أن تبقي حافية القدمين. هذا الحذاء كبير جدا. ها؟ أيتها البطة، ماذا تفعلين على نيتان؟ أمل أنك ضغطت زر دفق الماء. مهلا، ربما يمكنني استخدام هذا. لا تلوموني. هذا السلايم هو ما أحتاج إليه. سأمده جيدا. هاتي قدمك. سأضع السلايم كقالب حول قدمك. لا شيء أفضل من الكعب المخصص. إنه حصري. سأمنحه الآن لونا جميلا. سيكون هذا علامة تجارية. لقد منح الحذاء تباينا لونيا جميلا. سأطلي الكعبين أيضا. واو، يا له من حذاء جميل. تغير مظهرك كليا. لقد نجحنا. ها؟ ماذا هناك؟ هذا صحيح. لا يمكن تجنب هذا الأمر. سأزيل الجزء العلوي من الزجاجة. لقد كانت دروس الكاراتيه مفيدة حقا. سألونه الآن. سيكون اللون الأبيض مثاليا. سألونه بالكامل وألون العنق أيضا. ثم أنتظر حتى يجف. سأضعه على غطاء العبوة. وستحتاجين إلى مقعد المرحاض. يجب أن يكون مريحا. لهذا سأستخدم الفوم لصناعة هذا الجزء. ثم سأثبت الخزان. عرشك في انتظارك. جربيه الآن. لا تقلقي، لن أنظر. واو، لم أكن أتوقع هذا.
يا دميتي، شعرك ناعم جداً. لا أصدق أنها ما زالت تلعب بالدمى. مرحباً، هل تحب الدمى؟ ألا تعتقد أن شعرها جميلاً جداً ولامعاً؟ أسف، علي الذهاب. أعتقد أنه لا يفهم الأمر، دميتي متسخة قليلاً وربما تحتاج إلى قصة شعر. اثبتي يا دميتي، لن يؤلمك هذا مطلقاً، سأقص القليل فحسب لنعالج هذا الفستان الرث أيضاً. تبدين أفضل كثيراً يا دميتي، هيا يمكنك الجلوس على المقعد بجواري. لا أصدق كم يبدو مظهر دميتي جميلاً. ما هذا؟ من أنت؟ من أين أتيتِ؟ لا أصدق أنك أصبحت حية يا دميتي، كيف أصبحت شخصا حقيقيا؟ توقفي عن نكد رجاء يا واندي، فذلك وقح جدا. لا أصدق أنك أمامي هنا. قد يكون هذا هو أكثر شيء جنوني ومدهش حدث لي على الإطلاق. هل يمكننا التقاط صورة معا يا دميتي؟ أجل، انظري إلى كل صورنا لدي. مهلا، هل هكذا أبدو حقا في الصور؟ دميتي، أجل يا واندي، إنها ليست أفضل صور. انظري، لا تعيري انتباهاً لهذه الصور. تفضلي، خذي هذه المرآة لتنظري فيها. لا أفهم الأمر، ما الذي يفترض بي أن أنظر إليه؟ انتظري هنا فحسب. أتساءل إلى أين تذهب؟ حسناً، ستعود. وبما أن لدي هذه المرآة، فمن الأفضل أن أفقع هذه البثور. سأضغط عليها قليلاً. هذا مقزز، من الأفضل أن أفقع هذه أيضاً. لقد فعلتها. يوجد واحدة أخرى على وجنتي أيضاً. ويندي، لقد عدت ولقد أحضرت حقيبة. مهلاً، ماذا تفعلين بوجهك؟ إنني أفقع البثور فحسب، لا يمكنني كبح نفسي. فهمت، اسمعي، لدي شيء أفضل لك من أصابعك. ماذا؟ ما هذا؟ إنها تبدو كأداة من نوع ما. حسناً، يبدو أن علي الضغط على هذا. دميتي، لدي شيء آخر لأجلك، هل تودين تجربته؟ أجل، بالطبع أريد ذلك. سأجرب أي شيء لديك في هذه المرحلة. دعيني أضع هذا القناع من الشاي الأخضر على بشرتي الدهنية. إن ذقني وأنفي هما منطقتا المشكلات لدي بالتأكيد. شكراً يا دميتي. حسناً، إليك قناعك. على الرحب والساعة، يبدو أنك وضعتي لوقت كافٍ. رائع، لنأخذ هذه المنشفة ونمسح القناع. واو، انظروا كيف عالج رؤوسي السوداء. مستحيل، تبدو بشرتي أفضل كثيراً الآن. هذا صحيح، لننتقل إلى الخطوة التالية. ما هذا؟ هل هو نوع من الشريط اللاصق؟ إنه لحاجبي. ماذا يفترض بي أن يفعل؟ ألن ينتف شعري؟ أجل، حسناً، انتظري لحظة، سأنزع هذا الشريط من على وجهك. واو، انظري إلى شكل حاجبي الآن، لا أصدق ما حدث بقطعة من الشريط اللاصق فحسب. شكراً جزيلاً لك يا دميتي، أنت أفضل صديقة على الإطلاق. لنلتقط صورة جديدة معا الآن. مهلاً، ما هذا الصوت؟ إنه قادم من المرحاض. هل سمع أحد آخر ذلك الصوت؟ ماذا يحدث هنا؟ يجب أن أتحقق من الأمر. مرحباً، هل من أحد هنا؟ هذا غريب، لا أحد هنا. مهلاً، يوجد شيء ما في المرحاض. ماذا؟ ما هذا؟ هل هذه دمية؟ إنها مغطاة بمادة لزجة. رائحتها كريهة جداً. هذا ليس لطيفاً أبداً، أكره المتنمرين. كفى، أجل، من الأفضل أن تهربا ولا تعودا أبداً. هل أنت بخير؟ ستأتين معي، يجب أن ننظفك. قد يكون هذا صعباً، أعني أنك متسخة جداً. حسناً، سأنزع عنك هذا السلايم. إنه مقزز وهو شديد الالتصاق أيضاً. هكذا، لقد أزلته بالكامل. لازلت متسخة ومظهرك ليس جيداً. أنت بحاجة إلى الاستحمام، سنتخلص من هذه الملابس القذرة. ماذا تظنين نفسك فاعلة؟ هل تكلمت؟ أنا واعية قليلاً. حسناً، عذراً، بما كنت أفكر. خذي وقتك. شكراً لك. من الرائع التخلص من هذه الملابس، يمكنني تخيل ذلك. عندما تكونين مستعدة، يحين الوقت لأخذ حمام ساخن. سأجهز. الماء دافئ ولطيف، أريد أن تدللي نفسك. لهذا سأضيف ملح الحمام ثم أحرك الماء. انظري إلى هذه الفقاعات، كيف تسير أمورك؟ أنا مستعدة. ملابس سباحة جميلة يناسب هذا اللون، سأساعدك في الاستحمام. ما رأيك؟ هل الماء جيد؟
أنا بحاجة إلى إسفنجة ستزيل هذه كل الأوساخ. حان وقت الفرك. هل هذا جيد؟ أو أجل، إنه جيد. سوف أعتاد على هذا. صغيرة، سأضع هذا الجزء في إحدى الزوايا ثم أضيف الجزء الآخر في الجانب المقابل، وأستطيع بعدها ضمهما معا. سأتحقق من التصاقهما فحسب، إذ لا أريد أن تسقط التنورة. يا للروعة، أحب هذا الزي. يا للروعة يا باربي، تبدين مذهلة. لنخرج الآن. الحياة مثالية للغاية، لكنني ما زلت أكره تنفيذ المهام المنزلية. أشعر وكأنها لا تنتهي أبداً. ويحي، لقد فاتتني بقعة. هل كل شيء على ما يرام يا باربي؟ نعم، أنا أقرأ كتابي فحسب. لا يجب أن تجلسي على الأرض. لا بأس، لا ماني على داية. لا، هذا ليس صحيحاً. يجب أن أفعل شيئاً حيال الأمر، ولدي الشيء المناسب. حان وقت إبداعي. سأبدأ بوضع قطعة قماش فوق سطح مستوى، وسأضع بعدها إسفنجة في المنتصف. علي تثبيتها في مكانها. سأطوي قطعة القماش فوق الإسفنجة، لكن على جانب واحد فحسب. وبعدها سأمسك بمسدس الغراء. سأمرر الغراء بطول حافة القماش. والآن يمكنني طي الجانب الآخر من قطعة القماش. سأضغط عليه ليتأكد من التصاقه. لا أريد أي ثنيات. والآن سأثبت الإسفنجة على إحدى جانبيها، وسأطوي قطعة القماش لصنع درجة. يشبه الأمر تغليف الهدايا. أريد صنع طرف بارز، وبعدها سأضيف كمية غراء صغيرة. سأشد الطرف لتثبيته بدقة وإحكام، وهذا سيمنعه من الانفكاك. أحتاج إلى المزيد من الغراء في الخطوة التالية. سأضعه حول الإسفنجة بالكامل. يجب أن أعمل بسرعة. سأضع الإسفنجة فوق قطعة كبيرة من الورق المقوى. أحتاج إلى المزيد من الإسفنج. سأترك فجوة صغيرة في مؤخرة الورق المقوى، وسأضع هذه الإسفنجة بشكل رأسي. والآن سأضع الغراء بطول الجانبين. أحتاج إلى مسندين للذراع. سأستخدم قطعتين من الخشب لهذا الغرض. لن تضطر باربي للجلوس على الأرض بعد الآن. أنا راض عنها للغاية. إنها ثقيلة. يجب علي ممارسة المزيد من التمارين. مرحبا يا باربي. ماذا؟ هل صنعت هذه الأريكة؟ حقا، يا للروعة، كم أنت موهوب. أوه، كم هي مريحة. هذا ما كنا نحتاجه بالضبط. تعال اجلس بجواري. أنا قادر. أنت متألقة الآن، تبدين بمظهر مذهل. لقد تغير مظهرك تماما. أمل أن يكون مظهرك الجديد قد نال إعجابك. أوه، هذا لطيف، لا تتوقفي. ها؟ لقد علق إصبعي. لا تقلقي، سأسحبه. لا تفعلي ذلك، انتظري. أترين؟ كل شيء على ما يرام. مهلاً. هذا ليس جيداً. هل فكرتي من قبل بتغيير تسريحة شعرك؟ هل هذا شعري؟ لا بأس، لا تخافي، أعرف ما علي فعله، أو آمل فعل هذا. ربما لدي شيء يمكنه مساعدتي في حل هذه المشكلة. الكثير من القمامة. لما أحتفظ بهذا الخيط؟ يجب أن أفرغ جيوبي. مهلاً، أعتقد أن بإمكاني استخدام هذا. ستكون النتيجة رائعة، لكن علي أولاً حلاقة شعرك. لحسن الحظ، يمكنني التحكم بأداة الحلاقة. يجب أن أحلق شعرك كله، إنها الطريقة الوحيدة للتخلص من السلايم. والآن نحن بحاجة إلى الخيط وإلى سيخ خشبي. تستعين بالسيخ لإدخال الخيط في الثقوب. تستخدم عدة ألوان، هذا أرخص بكثير من الذهاب إلى صالون الشعر. أنا أندهش من نفسي أحياناً. يا له من مظهر رائع، تبدين أنيقة جداً. سندع الهواء يداعب خصلات شعرك. أجل، أنا نجمة، أبدو رائعة. ربما يمكنني فعل شيء مشابه. ربما لا. إلى ما تنظرين؟ انظري إلى هذا. لا، هذا لا يناسبني. ربما يناسبني هذا أكثر. إنه أنيق جداً وعصري ويعجبني كثيراً. واو، أنا أيضاً. أنا بحاجة إلى ملابس جديدة. هل تعجبك تلك الملابس؟ حسناً، سأعود حالاً. حتماً لدي شيء يمكنك ارتداءه. مستحيل، لا لا. كلا. مهلاً، يمكنني استخدام هذا. ليس هذا ما كنت أريده. ظننته سيكون أكثر. أجل، أوافقك الرأي، سنتخلص منه. ماذا لدينا هنا أيضاً؟ هاي، انظري ماذا لدي؟ إنها مجموعة من الطبيعة. لا، لم يعجبك هذا أيضاً. بدأت تنفد أفكاري. لا أدري ماذا سنفعل أيضاً. إلا إذا يمكنني استخدام صلصال التشكيل هذا. ما رأيك؟ لست متأكدة. ما الذي تخططين له؟ انظري إلى هذا، كل شيء تحت السيطرة.
سأجعل صلصال التشكيل مسطحاً ثم سأقطعه. سأستخدم سكين الصلصال لإنجاز هذه المهمة. سأنحت خطوطاً طويلة في صلصال التشكيل. أريد أن يبدو هذا كالبنطال. هاي، إنه جميل جداً. والآن سأزيله بحذر وأضعه على الدمية، ثم سأصنع لها تيشيرت. واو، لقد حصلت على زي كامل. تناسبك هذه الملابس تماماً. أشعر بالغيرة حقاً. أريد ملابس مثلها. لكن مهلاً، ينقصك شيء ما. أنت بحاجة إلى معطف. سألبسك إياه. هاو، إنه المكمل لإطلالتك. أنت مستعدة الآن للتباهي بمظهرك. هاو، لقد نال مظهرك إعجاب الجميع. هذا مظهر. التقط لي الصور من زاوية جيدة. أنت جميلة. والآن أنا متعبة. لقد كان يوماً مجهداً. لقد عملنا كثيراً. لنأخذ قسطاً من الراحة. ها؟ هاي، انهضي. ماذا؟ ما هذا؟ مرحبا، كيف حالك؟ ماذا؟ لابد أنني أحلم. لا، أنا هنا بالفعل وأبدو مذهلة. لم أكن لأفعل ذلك بدونك. واو، لا أصدق أن هذا يحدث. أنت حقيقية. كنت أعلم أننا سنكون صديقتين. هذا أفضل يوم على الإطلاق. أجل، أليس كذلك؟ تعالي.